كنا نستمع للسلام الوطني لتونس وإسبانيا، حظ موفق للمنتخب التونسي في هذه المباراة. حضور سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني يعطي صورة رائعة لهذه الصالة وهذا الرونق الكبير لمونديال الروعة، مونديال قطر 2015. نذهب إلى موقع التعليق مع الزميل نافع بن عاشور للتعليق على المباراة والشوط الأول من مباراة تونس وإسبانيا. تفضل نافع. شكرا بلال. طبعا مباراة الدور ثمن النهائي للمنتخب التونسي، نطوي صفحة الدور الأول بكل أحداثه وننطلق على بركة الله مع هذه المباراة. كل الأمان ممكنة، طبعا مستوحاة من النشيد الوطني التونسي: إذا الشعب يوما أراد الحياة وإذا هذا المنتخب يريد الحياة والمضي بعيدا في هذا المونديال، عليه اليوم أن يفوز بهذه المباراة. طبعا وتأكيد أنه من الكبار، اليوم مباراة الكبار في دور الكبار هنا في بطولة قطر 2015. مباراة تونس إسبانيا آخر مواجهة بين المنتخبين في بطولة العالم كانت في السويد 2011 وهزيمة بهدف وحيد، وكان المنتخب التونسي قريب من الإنجاز. اليوم طبعا في ثوبة العالم المنتخب الإسباني هذا سعد حسن أفنديتش، تغيير تكتيكي وفني. طبعا أخيرا نزل عند رغبة اختصاصي كرة اليد الإعلاميين الجمهور بإقحام ورقة ومعطى فنيهم بدخول كمال العلويني اليوم لدكة البدلاء كمنسق كلاعب ارتكاز ثالث لإضفاء قيمة جديدة وحركية افتقدها المنتخب في الدور الأول في مواجهة يحتاج فيها المنتخب لكل أوراقه لكل رجاله. وأمامكم وسام حمام الأكيد تركيز كبير لكتيبة نصر قرطاج اليوم ضد الماتادور الإسباني معززا بكل نجومه. جماهير تونسية غفيرة هنا في صالة لسيل الجميلة. وكرة أولى وتسعة أمتار جلال الدين التويتي يبدأ المباراة. الأكيد أنه اليوم سعد حسن أفنديتش يبدو لي سيبدأ بجلوز وحماد، طبعا لمنح الثقة لساعد برشلونة أمام دفاعات يعرفها جيدا. ننتظر طبعا الهجمة الإسبانية انتريريوس.
جينالدي وكرة أولى تغادر ماجد حمزة وكانيلاس أولى الأهداف لمحترف كيل الألماني. شاهدوا التصويب وعلى يمين الحارس ماجد حمزة مانولو كاديناس سعادة بأولى الأهداف المصافحة بين ماكيدا وجلوز. تنسيق الهجمة عبد الحق بن صالح طبعا لحلول دفاعية الجناح يبدأ جلال الغربي ودخول لكن تسع أمتار مناورة طيبة في هذه الثواني الأولى من المباراة. تدخل كان من رخص 5-1 الدفاع الإسباني من خلال خروج رخص بلاعبي دائرة المنتخب التونسي. التثبيت أيمن حماد زلوس في الدفاع الإسباني. ننتظر دخول زلوس إلى هذا المونديال لاعب برشلونة. فوز قطر اليوم وتأهلها لأول مرة فوز تاريخي على النمسا. دخول قطر ضمن الثمانية الكبار عالميا الأكيد يعطي دافع للمنخب التونسي لتشريف النجمة والهلال للانطلاق بقوة والدفاع عن حظوظها. تونس تدافع عن حظوظها ضد إسبانيا. كانياس طبعا قوية إسبانيا بطلة العالم دفاع 5-1 حركي. زلوس طبعا موجود في الدفاع. هل اليوم تتحسن الأمور؟ وممتاز جدا مكيدة أمام زلوز هدفا لصفر. ما زلنا نبحث عن أولى الأهداف التونسية في هذه المباراة. الظهير الأيمن لنادي نونتا الفرنسي شلوز. التقاطعات حماد يبدأ على حساب النور. جلدويتي ثابت في مركزه. تاج يخرج وينوع اللعب. بعض من السرعة مطلوبة والكرة سهلة كان لابد من التركيز حتى لا نخرج من المباراة قبل الدخول. لابد من التركيز وممتاز ممتاز باش حمزة. يلا يا جلال فاست بريك الله يخليك الفاست بريك. يا عصام يا عصام مش معقول يا عصام مش معقول. صاحب خبرة كرة فاست بريك للدخول في المباراة. شاهدوا جلال التويتي الاسيست نجح وطيب. كان المفروض ياخذ وقته. يبدأ المدرب الإسباني بالحارس جونزالو بيريز في هذه المباراة. تصدي ثاني على التوالي. انتري ريوس كلاعب ارتكاز. كانياس جناح أو ظهير أيسر. ماكيدا باك يمين. الرخص في الجناح. عمل كبير للاعب الدائرة جوينا جالدي وهدف جديد. 3-0 للمنتخب التوني للمنتخب الإسباني. ما زلنا نبحث عن المنتخب التونسي. قراءة ومعطيات تكتيكية جديدة لسعد حسن أفنديتش ما زالت لم تعطي أكلها. كانت فرصة للدخول من حيث التهديف في المباراة. عصام تاج انفراد كان واضح مع بيريز. تبقى الكرة التونسية والنتيجة 3-0. طبعا اختيارات تكتيكية بالغربي في الجناح الأيسر وتثبيت الدفاع الإسباني والدخول كلاعب دائرة ثاني. معطى تكتيكي هام اليوم في تشكيلة سعد حسن أفنديتش. حماد أيضا يبدأ المباراة. ورقة بالنور على ذاك البدلاء عبد الحق بن صالح. البحث عن عصام تاج هو دخول في المنطقة. 5 دقائق غائب المنتخب التونسي على مستوى الهجوم. ورخاص 4 الأهداف وفي وقت فني مستقطع الأكيد لأن إذا تعمق الفارق أكثر فالأمور تصير صعبة بالفعل. نستمع لسعد حسن أفنديتش أراد أن يغير لكن العجلة لم تدر إلى حد الآن. خلينا إيجابيين.
ما زلت كثير وقت. وقت فني مستقطع طبعا اول للمنتخب التونسي. بدايه لم تكن كاحسن ما يكون للمنتخب التونسي. جلوز والرفاق، خمسه دقائق للنسيان، نبحث وتبحث تونس عن اولى الاهداف. شاهدوا دفاع متقدم عدس عنتار للمنتخب الاسباني، قراءه جيده من المدرب مانولو للمنتخب التونسي. كرة تضيع، هناك كل التركيز على مستوى الاسيست والاستلام، تعود من عدس عنتار. محاولة الاختراق طبعا من لاعب الارتكاز عبد الحق بن صالح، ليس في افضل حالاته في هذا المونديال. عصام تاج لاعب مطلق فرنسي، زلوز لاعب برشلونة. إذا ما نلقاكش اليوم ضد إسبانيا، ضد منتخب تعرفه جيدا. سعنتار حماد العمل الفردي، ظهير الترجي التونسي. الشفنكر من زاوية صعبة، وبيريز قراءة كانت سليمة. ومرة أخرى الحارس بيريز، ولا بد من تغيير لاعب الارتكاز. ربما كمال علويني حل قريب جدا. أشاهد اللاعب على دكة البدلاء ينزع طبعا جاكتو، يستعد للدخول. ربما من الحلول الهجومية في عقم هجومي لسبعة دقائق للمنتخب التونسي. الدفاع 5-1، متقدم محمود غربي. أغوينا جالدي يخرج لي طبعا تثبيت الدفاع التونسي. كانياس تضيع الكرة. تسع أمتار طاقم تحكيم من مقدونيا في هذه المباراة. وينا جالدي أبطال العالم 4 تونس 0. ننتظر أكثر. حمام حذاري والكرة محمود الغربي ولا الأهداف، المفروض ولا الأهداف. خلينا ندخل في المباراة، الله يخليك. خلي الجمهور تفرح، خلي الجماهير تفرح هنا في استاد التوسيد. وممتاز ممتاز ماجد حمزة، دخول كان قبل ذلك في المنطقة. يلا سرع سرع، نبحث عن هدف للدخول في المباراة. بس الكرة لا 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 كان فيها تسرع. يعني محمود بظروف تكتيكية يلعب في الجناح، الله يخليك يا عبد الحق بن صالح. كان مفروض بعد ما تكنسل الفاست بريك انك تركز، يعني الكرات هذه لا تضيع. فرصة كانت لتقليل الفارق لهدفين، فرصة كانت لتقليل الفارق لهدفين. شوف كانت هناك حلول أخرى. ليس طبعا لاعب في مركز الجناح محمود، طبعا يوفر حل تكتيكي من مركز الجناح الايسر، محترف الدوري الفرنسي، لعب طبعا نادينون. وهدف جديد لما تضيع خبره الاسبان تقول الكلمه. والكره تعود تونسيه بعد هدف راول انتريريوس. امامكم 33 سنه لاعب برشلونة الإسباني. أربعمائة وعشرة مباراة مع منتخب لاروخا. عبد الحق البحث عن لاعب الدائرة. يا زلوز خذ مسؤولياتك أمام منتخب تعرفه جيدا. عبد الحق عمل ممتاز كان من لاعب الدائرة عصام تاش، تثبيت الدفاع. وسبعة أمتار، سبعة أمتار، وكان هناك دفع. إيقاف بدقيقتين. شوف الرجوع البطيء للدفاع التونسي. كانت الإعاقة من وسام حمام والدفع يعني
عملية كان يمكن فيها إيقاف بدقيقتين للتويتي وكذلك للاعب وسام حمام بعد هدف إرسال سريع وهدف جديد من كانياس. 5-2 والمنتخب التونسي في نقص عددي، يعني تكتيكيا إلى حد الآن المنتخب التونسي لا يلعب كما ينبغي أن يكون في مثل هذه المباريات. عصام تاج خارج الميدان يقوم بالتغيير ويطلب من بنور الدخول. أين أنت يا سعد حسن فنديتش؟ على كل ما دامك تايه في المباراة خلي الحلول تأتي من لاعبي الخبرة. نتمنى تأتي الحلول. حماد محمود يعني الحارس هذا دخل في المباراة من أوسع أبوابها بفضل تصديات على خط 6 أمتار وإذاعة كرات فرصة. كانت محمود الغربي من جديد والمنتخب الإسباني لا يتسامح. فارق يتسع والمنتخب التونسي عاجز دفاعيا وهجوميا رغم الوقت المستقطع. لم تعد تونس 5 أهداف فارق. شوفوا الجرينتا للإسبان في حين انتظرناها حقيقة من التونسيين. معطى تكتيكي يبدأ به اليوم المدرب طبعا لتفادي التغييرات الدفاعي، لكن المعظم انه يقبل هدف حتى على ارسال سريع بعد تسجيل هدف ويقبل على الفاست بريك. اذا لابد من اقحام البوغاني في حين كره تضيع. وهدف ممتاز ممتاز الاصرار لما يكون في مركزه يجيد ويهز الشباك محمود الغربي. ما زال في نقص عددي المنتخب التونسي. منتخب اسباني هو طبعا يستغل النقص العددي ويواصل رفع الفارق الى 5 أهداف 8-3. راؤول انتريريوس كلاعب دائرة ثاني. التمريرة كانت ممتازة من ماكيدا يكتمل النصاب للمنتخب التونسي. لابد من التغييرات يا سعد يا حسن فنديتش. طبعا بوغانمي كمال علويني حلول وشاهدها تقوم بالاحماء ورا دكة البدلاء. اعطيني الريتم وايقاف بدقيقتين طبعا ضد غوارديولا. غوارديولا كرت اليد مسك من القميص. بوغانمي يدخل للجناح يعني قلتها أراد أن يؤمن الدفاعات على حساب الهجوم بإقحام محمود الغربي في مركز الجناح. يعني لا وفق دفاعا ولا هجوما مع احترامي لمحمود. طبعا في زيادة عددية. غريب غريب وعجيب وجول غريب وعجيب زلوز يعني لا يريد أن يجازف. ما تخلش ما تخلش طبعا الساعد الاسمر لبرشلونه الاسباني ولارض الخضراء تونس. ما دخلش المونديال ذكرني بمباراتك ضد المانيا اللي خليك من سنتين لما ابدعت والبوغاني ياخذ مكانه الطبيعي ويسجل. 8-4 في زياده عدديه وفي تفوق عددي. الحلول القادمه ارام جايز وكمال العلويني. كرة تضيع هيا فاست بريك الله يخليك. ماجد حمزة الرخص تضيع الكرة يكون لعب المكان الحكم المقدوني. التركيز إذا تكنسل وإذا تلغال فاست بريك إذا تلغال الهجوم السريع التركيز. شلوز يركز عليه المخرج طبعا لما يكون في لعب في برشلونة وقبل ذلك كان في كيل الألماني فهو طبعا يكون محط أنظار الجميع وربما هذا اللاعب ما زلنا نبحث عنه. يلا يلا يا غريب زدت تحدث عن هذا اللاعب يعني حتى في التمرير مفروض يعني تغييره المفروض تغييره. طيب لما تمنحه الثقة لكن جلوز ما زال يبحث عن الثقة المفقودة في تفوق عددي. يخسر كورة غريبة. شاهد عصام تاج طبعا تقسيم الوجه في تفوق عددي يقبل الأهداف المنتخب التونسي. تمريرة خاطئة. الحلول صعبة على المنتخب التونسي ومقروءة من بيريز
وكرة تضيع من زلوس. تسعة أربعة خمسة أهداف فارق. بيريز يعني دخل المباراة بفضل إضاعة الكرات للمنتخب التونسي. قبل هذه المباراة كان فوز قطري تاريخي ودخول نادي الثمانية الكبار عالميا لمنتخب قطر. قطر تلتحق طبعا وتكتب اسمها من بين القوى العالمية الكبيرة في كرة اليد بعد التتويج بالبطولة الآسيوية في 2014. طبعا النجاح تنظيميا ورياضيا في هذه البطولة هام. والسواعد القطرية حلقت عاليا منذ قليل في سماء قاعة لوسيل الرائعة، وننتظر التحليق من لوسيل قرطاج لأن إلى حد الآن المردود لا ينبأ بالكثير. وكرة اليد الرياضة مشوقة، كل شيء يعني قابل للتحول، تلعب على جزئيات. دفاع متقدم المنتخب التونسي، كان ياسو ممتاز ممتاز ماجد. وسام الفاست بريك، يلا هدوي عصام عذاري عذاري. وسام طبعا هداف العالم في 2005، بالمناسبة 2005 كانت في تونس، تونس رابعة اسبانيا اول بطولة عالمية. ودخول مصباح الصانع وكمال علويني طبعا منح الفرصة لأول مرة في المونديال للاعب ارتكاز الترجي. لاعب يضفي سرعة على هجوم المنتخب التونسي كمال العلويني. طبعا بأي حال سيظهر كمال بعد طبعا ما جمله سعد حسن أفلديتش في خمس مباريات أولى. لاعب له من العزيمة والفنية شيء كثير. تنبيه باللعب السلبي مصباح. طبعا فيها سبع أمتار يبدو لي سيدي الحكم المقدوني. دفاع كان داخل المنطقة. جلوز يعني للمباراة السادسة لا يدخل المونديال. تونس أضاعت ربع ساعة وخمسة أهداف فارق. إسبانيا يعني لحد الآن لم تقدم شيء كثير. تونس وقعت في المحظور هجوميا في عديد المرات. كرات سهلة كانت بمثابة الحركات الإحمائية للحارس بيريز الذي دخل المباراة كأحسن ما يكون. كمال في أولى المحاولات، طبعا المجازفة مطلوبة لكن كانت الوضعية صعبة لكمال العلويني. كان لابد من البحث عن أكثر حلول جماعية. سعد حسن أفنديتش مدرب تجاوزته الأحداث في الدور الأول في عديد المباريات لولا خبرة بعض اللاعبين والجرينتا والرجوله لضاعت تونس في هذا المونديال. نتمنى ان يخرج من شعبته بعض الخبره في مباراه ضد ابطال العالم. حمام في الدفاع، ورقه صفراء. دوتشي بايف اليكس النجم الكبير للاتحاد السوفيتي سابقا وللمنتخب الاسباني احسن لاعب في العالم لسنوات، نجم التسعينات تالان دوتشي بايف. وسهلة كانت طبعا الدفاع بأكمله فتح الثغرة وفرحة إسبانية في ظل وضعية صعبة للمنتخب التونسي خاصة على مستوى الهجوم. ننتظر الكثير الآن من الصانع والعلويني. دفاع حركي قوي للمنتخب الإسباني. مانولو يبدو لي احترم تونس. رائعة الخصال التونسية. كرة تضيع. عصام تاج مازال لم يجد الفاعلية التي تعودناها لمحترف مونبيلي الفرنسي. مفروض اليوم مباراة الخبرة، مباراة طبعا لاعبي الخبرة. المنتخب الإسباني أغلبه من أصحاب الخبرة، معدل أعمار مرتفع. إذا يبدو لي اليوم جاء بحمام طبعا ونقدم من أجل الخبرة الأكيد. لابد من أن يتحملوا مسؤولياتهم في نسيج يجب أن يكون منسجم مع طبعا الشباب وقوة وسرعة شباب حماد. صعوبات هجومية للمنتخب التونسي في ظل غياب السلاسة في تمرير الكرة.
السرعة في التمرير تعطيك وضعيات سانحة في التصويب وتفتح الثغرات في الدفاع، هذا لم نجده في المنتخب التونسي. كمال العلويني، حماد، البحث عن أولى التصويبات وهدف. 10-5. سبعة أمتار يبدو لي أو تسعة أمتار، خليني نشوف الإعادة. مروان المقايز حارس الترجي الرياضي في المرمى، جماهير تونسية حاضرة بأعداد كبيرة، هتافات تشجيع شحذ العزائم والهمم في انتظار استفاقة المنتخب التونسي. أجينا غادي، توتشي باييف، كانياس، ممتاز البلوك، الحجز الدفاعي نجح. حماد والهدوي يساعد نادي كيل الألماني انتر ريوس، الخبرة إلى جانب وجود لاعب طبعا. وأجينا غادي ممتاز ما بين زوز لاعبين، شوفوا طبعا الصنعة تاع لعبة دائرة، 32 سنة، محترف الدوري البولندي، أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب مانولو كاديناس. هذا المنتخب الذي عرف الأمجاد مع ريفيرا 2013، بطولة عالمية على الأراضي الإسبانية. ريفيرا بصدد صنع ملحمة عنوانها قطر 2015، وطبعا كرة رمي سبعة أمتار ويخبط خختين المفروض بالفعل. مصباح الصنعي ممتاز، قلت ريفيرا بعد طبعا العالمية والتتويج مع منتخب بلاده جاء بعصارة تجاربه وخبرته إلى قطر. قطر بطلة آسيا 2014 وضمن الثمانية الكبار عالميا في 2015، وبفضل طبعا جماهيرها وبفضل ما يقدمه اللاعبون وخبرة المدرب قادرة على المضي بعيدا في هذا المونديال. هذا المونديال الذي عنوانه الروعة والإبداع والإتقان على مستوى التنظيم بشهادة كل الحاضرين، ليس الحديث عن الوفود الرسمية، حتى الإعلاميين والجماهير كانوا مبجلين في هذا المونديال، وأيضا نجاح فني كبير ب تأهل قطر للدور الربع النهائي وتضييع رمية سبعة أمتار. يعني الحارس هذا وقف دون المنتخب التونسي، والعودة في كل مرة كرات من انفرادات تضيع من الأجنحة، تضيع سبعة أمتار. حارس طبعا 24 سنة، حارس برشلونة غونزالو بيريز دي فارغاس. 6 أهداف فارق في تفوق عدد المنتخب التونسي. نشاهد كيف سيتعامل مع هذه الوضعية المنتخب التونسي. توتشي باييف إلى كانياس، التنبيه لابد من اللعب السلبي سيد الحكم. كرة يعني لاتيني فاست بريك يا مروان المقايز. المنتخب التونسي يعني مازال ما دخلش المباراة، مازال ما لقاش الرتم، مازال ما لقاش النسق. يلا كمان يخوض بقوة، طبعا اللاعب لم يمنحه سعد حسن افانديتش ولا دقيقة في الخمس مباريات الأولى، يقحمه اليوم طبعا فيها وعليها. الحقيقة كان بالإمكان أن يكون 9 أمتار، لأنه شفنا رجل المدافع كانت باتجاه اللاعب التونسي. المنتخب التونسي لم يستفيد من تفوقه العددي، جماهير تونسية رائعة، أيضا جماهير قطرية كانت وراء فوز قطر بدفع كبير في الثواني الأخيرة. وهنا هدف من الجناح يوغادي كريستيان، لاعب بسبرم المجري، يرفع الفرق إلى 7 أهداف. شوف الكرة تضيع والمنتخب تائه، المنتخب التونسي تائه في هذه المباراة. يعني
تحدثت في بداية التعليق على الرجولة، على ضرورة طبعا أخذ الأمور بأكثر جدية. شريف النجم والهلال سعاد الملايين في تونس والمئات هنا في قطر، لكن هدف جديد كوتشي بايف المنتخب التونسي لأول مرة متأخر بثمانية أهداف، وكأن نفي سيناريو مباراته الأولى ضد مقدونيا في ظل غياب الحلول عن تشكيلة المدرب سعد حسن أفنديتش. الكرة تضيع، لم تصل إلى عصام تاج، وتسع أهداف فارق. تسع دقائق أخيرة في هذا الشوط الأول والمنتخب التونسي مردود محير، وأشاهد طبعا حيرة مرسومة على وجوه الجماهير التونسية. شاهدوا الوضعيات الصعبة، شاهدوا الكرات الصعبة للمنتخب التونسي، مردود محير وممتاز، ممتاز كمال العلويني على الثبات، الدقة والمباغتة. شاهدوا سرعة الكرة، 4-6، 8 أهداف فارق. هيكل المقنم لاعب الخبرة، لاعب الجيش القطري، سيدخل في الهجوم. تشجيعات الجماهير الإسبانية، والكرة ممتاز. شوف الدفاع، شوف الدفاع، الحارس يقوم تصدي والأروع أمام جوناغادي. الدفاع سارح في ملكوت الله. ثمانية أهداف فارق، فارق كبير ومردود طبعا محير المنتخب التونسي، وممتاز جدا المجايز يتصدى والكرة تعود من التماس. فيكتور توماس في الجناح كلاعب دائرة ثانية ينطلق تثبيت الدفاعات التونسية. طبعا اللي يفهم كرة اليد القائم يقف إلى جنب المنتخب التونسي على الأقل تقليل الفارق، على الأقل تقليل الفارق والدخول بأخف الأضرار لحجرات الملابس. كمال العلويني، هيكل المقدم، الاستغناء عن طبعا لاعب ظهير، منح الثقة لكمال وهيكل طبعا، وممتاز الاسيست من كمال باتجاه عصام تاج، وهدف تونسي، تقليص الفارق الى 7 أهداف. ومانولو كاديناس يطلب وقت فني مستقطع. Y cuando llegan faltas no podemos dejar que pasen ahí. Oye, en ataque. Pasa una cosa. Vamos a salir los segundos ahora que están jugando sin saltar, ¿vale? El segundo fuera. Oye, están jugando con los centrales, ¿eh? Hacéis puño por este lado. Vale, disimula un poco, estate aquí. Pero no te importe el bloqueo, tú corre a esta zona. Puño por ese lado. Cruce y cae de aquí. طبعا وقت فني مستقطع كان للمدرب كاديناس، أكيد راضي على النتيجة، ربما الذي يفهم كرة اليد جيدا. صحيح إسبانيا متقدمة بفارق 7 أهداف، لكن الخلل في تونس، وإسبانيا لم تقدم الشيء كثير في الشوط الأول، تلعب بتركيز وتستغل يعني بنجاعة كبيرة
وبنسبة مئوية عالية أخطاء المنتخب التونسي. أخطاء كبيرة المنتخب التونسي، حسن المردود هجوميا نوعا ما بدخول كمال العلويني. الآن خيار طبعا الحركية كمال وهيكلف على مستوى طبعا التأثير. هذا كمال العلويني يسجل، لعل أهدافه والجريتا اللي خرج فيها كمال تفيخ بقية الرفاع. كرة اليد لعبة جماعية، لابد من الاستفاقة للمنتخب التونسي وتقليل الفارق في الدقائق الخمسة الأخيرة. خليونا الله يخليكم نعيش الشوط الثاني ممتع. خلي الجماهير اللي في تونس واللي تابع فينا في مختلف أنحاء العالم عبر بين سبورت تعيش معاكم. ومن الجناح يقدي يغالب المجايز لفكر كالدفاع التونسي. شوف التويتي طبعا ترك المكان وترك المجال. 4-4 للجناح الأيسر الإسباني. أهداف تونس أتت من محاولات فردية، هيكل وكمال يقدمان طبعا حلول على المستوى الهجومي. وممتاز جدا، ممتاز جدا كمال علويني، المفروض يخفض خطين. رجع لي الله يخليك في الدفاع. يلا يا هدوي أكيد يخرج يكتفي بالعمل الدفاعي. طبعا الشيء المحير ان اسبانيا صديقوني وربما بلاد وبلادو شولا وسامي السعيدي سياتون على ذلك بين الشوطين لم تقدم الشيء الكبير. دخول رودريغيز صاحب الخبره الشيمة 35 سنه. كل طبعا تقسيم المجهود لمنتخب من اللاعبين الكبار. ممتازه الكره، يلا اعطيني فاست بريك، اعطيني الحل. من الاسلحه التي طبعا لم يجدها المنتخب التونسي. وغير معقول وغير مقبول، غير معقول وغير مقبول ما قام به ايمن حماد وغاضب. يعني اللي يعملوا الدفاع والحارس في 30 ثانية يضيعوا لاعب في ثانيتين. 16-9 فرصة كانت لتقليل الفارق. حيرة سعد حسن فنديتش، واحترنا معاك يا سعد يا حسن فنديتش. وهدف طبعا من الجناح يقلدي 5-5. شأنه شأن الهجوم الإسباني. إسبانيا 5-5 في هذا الشوط الأول طبعا نتيجة التركيز والعطاء. تونس باستثناء الإضافة اللي قدمها كمال علويني على مستوى أهدافه المتتالية في الهجوم، 3 أهداف للاعب غاب في الدور الأول. البقية والمردود ككل خلي طبعا العدد في القلب. و9 أمتار كان التدخل على كمال العلويني في الكرة الأخيرة. عصام تاج ننتظر أكثر من الكابتن من المدرب على الميدان. عصام تاج حذاري من الإيقاف. الجماهير تساند، يعني المفروض تونس وكأنها كل تلعب في صالة القبة أو حماد. المفروض عبد النور يكون حل من زمان، من زمان يا سعد يا حسن فنديتش. غوارديولا يسجل، عاد الفارق 9 أهداف. شوط أول كارثي على مستوى النتيجة للمنتخب التونسي، 9 أهداف فارق. أخطاء كثيرة على طول. حماد في الدفاع، لا أدري ماذا ينتظر أفنديتش، لماذا لم يقحم بالنور. أحسن هداف تونسي في الدور الأول. هل يريد السيد سعد حسن أفنديتش أن تكون طبعا الختام كالبداية الكارثية ضد مقدونيا؟ لست متشائما لكن السيناريو نفسه. لكن هذه ليست مقدونيا، هذه لا ترحم. الخطأ، استفادة من فاست بريك.
ثنائي التحكيم من مقدونيا يكنسل الفاست بريك. هي 9 اهداف فارق المفروض تخلي الفاست بريك. المنتخب التونسي يعني في كل 15 دقيقة نكمل هجمة فاست بريك. تزيد ترجعنا طبعا لمسح الصالة. 20 ثانية أخيرة. طبعا ثنائي التحكيم من مقدونيا وكأني بالكابوس المقدوني يخيم هنا في صالة نوسيل. على طبعا الأذهان التونسية في ظل الأسبقية الإسبانية. 9 أمتار ثواني أخيرة. لابد من السرعة. غريب غريب ومحير مردود المنتخب التونسي. وتضيع الكرة من هيكل مجنم. شوط أول كارثي على مستوى النتيجة 18-9. طبعا النتيجة كبيرة، الفارق كبير. انتظرنا الكثير من المنتخب التونسي للدخول في المونديال لتقديم مردود أفضل من الدور الأول، لكن لا شيء تغير باستثناء إضافة قدمها كمال علويني. لم نشاهد لعب جماعي، لم نشاهد خطة تكتيكية، لم نشاهد صلابة دفاعية. شاهدنا محاولات فردية، لكن الشجاعة أمام خبرة الإسبان لبعض اللاعبين لم تكن كافية بلال في ظل غياب كامل للمعطيات الفنية والتكتيكية. وكانت من نقاط قوة طبعا المنتخب التونسي في مثل هذه المباريات الكبيرة في ظل غياب الحلول عن أفنديتش. 9 أهداف فارق كثير على سمعة المنتخب التونسي بلال. شكرا زميل نافع بن عاشور. نتيجة الشوط الأول 18 هدفا مقابل 9، نتيجة ثقيلة جدا طبعا بالنسبة للمنتخب الإسباني الذي قدم شوط ممتاز. المنتخب التونسي قدم شوط أول للنسيان نقول في كلمة. وطبعا هنا نطالب المدرب لماذا لا يقدم الحلول بالنسبة للاعبين. نلتقي بعد الفاصل. سامي السعيدي وأفلادو شولا. فارق كبير من الأهداف في دور ثم النهائي لا يليق بتاريخ هذا البلد تونس وسمعة تونس على مستوى كرة اليد العالمية. لبلد له 9 ألقاب إفريقية، لبلد هو في الصدارة إفريقيا طبعا على مستوى كرة اليد، صدر عديد اللاعبين والمدربين وطور في كرة اليد في مختلف في أقطار العالم العربي. رابع عالميا في 2005، حضور على طول في المونديالات من جيل 95، جيل العودة للعالمية والتتويجات الإفريقية مع المدربين سيد العياري وسعيد عمارة. طبعا أجيال وأجيال إلى جيل 2005 الذي يحضر منها في هذه المباراة عديد اللاعبين. هو المدرب سعد حسن أفنديتش فنيا في هذه البطولة. سعد حسن أفنديتش هو شبح لأفنديتش 2005، لأنه إذا تحدثني على الجمهور في رادس أقول لك أيضا الجمهور في صلاة التحيد في صلاة السد وفي لوسيل حاضرين وبقوة. لكن الحلول الفنية والقراءة التكتيكية الجيدة هي الغائبة في شوط أول كارثي. نتمنى أن يتدارك المنتخب التونسي، أن يرتقي لسمعة هذه الرياضة، لأن الوجه الذي قدمه المنتخب التونسي إلى حد الآن. طبعا أترك 30 دقيقة للإسعاف. قلت الوجه الذي قدمه المنتخب التونسي إلى حد الآن لا يرتقي لمستوى وسمعة كرة اليد التونسية. مصر من خلال هذا المونديال عادت وبقوة، رغم أن احتلت المركز الرابع لكنها في مجموعة صعبة جدا. تواجدت في دور 16 ومباريات بطولية خاصة ضد السويد وتشيكيا.
تونس إلى حد الآن صدقوني لم تدخل المونديال. للسادة المستمعين يقولوا على طول لم تدخل هي حتخرج إن شاء الله في الشوط الثاني نشوف 30 دقيقة غير، لأنه فنيا وتكتيكيا لن أضيف كثيرا على ما أتوا به الكباتن في الاستوديو مع بلال. المردود كان ضعيف جدا، عديدة هي طبعا المشاكل دفاعا وهجوما على غرار باقي المباريات. طبعا الجماهير حاضرة، الوفود الإعلامية حاضرة، كبار الزوار حاضرين، وأيضا مباراة فيها تواجد رسمي وحضور سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هنا في قاعة لوسيل بعد حضور طبعا سموه في مباراة الافتتاح. يحضر اليوم يوم كبير لدولة قطر ببلوغ منتخب قطر طبعا درجة الثمانية كبار عالميا، والفوز على النمسا في مباراة مثيرة قبل هذه المباراة. نتمنى أن يرتقي منتخب تونس لمستوى الحدث في الشوط الثاني طبعا، وحضور أمير دولة قطر لفعاليات هذه البطولة الرائعة يؤكد حرص قطر شعبا وقيادة على نجاح هذا المحفل الكبير. قطر أرض المحافل والتظاهرات الرياضية الكبرى، والنجاح أصبح تنظيميا نعم وفنيا ببلوغ قطر. الدور ربع النهائي وكرة أولى من بنور الذي يعود على العارضة وعلى القائم بالأحرى. طبعا قطر من خلال هذا المونديال وكأنها في كرة اليد صحيح المونديال أرادت أن تجيب كل من شكك في قدرة قطر على تنظيم مونديال الكبار، مونديال اللعبة الأكثر شعبية، هي كلها مونديالات للكبار والصغار أيضا، لكن مونديال الكبار طبعا كرة قدم 2022 التشكيك كان كثير في قدرة قطر، لكن المثال جاء سبحان الله في هذا المونديال، ومونديال تنظيميا رائع وما زال الخير القدام. طبعا بطولة العالم أيضا لألعاب القوى ستكون هنا في أرض الدوحة العربية القطرية. قبل ذلك كانت ألعاب العمر في 2006، لحد الآن يتحدثون عن الأسياد، لا هذه بطولة عالم كرة يد، من زالت ألعاب القوى وكبرى البطولات، إلى أن إن شاء الله نصل وإياكم بقدرة السميع العليم لمونديال كرة قدم 2022، وأرجع وأعود لكرة اليد. 18-9 أهداف فارغ زلوز، والكرة مرة أخرى على العارضة، حتى الحظ لما يدور بظهره هو الحظ يتبع الجسور، موافقين يعني قولة يقولونها العرب، الحظ يتبع الجسور، والجسور هو الذي يتسلح بالشجاعة وبالقوة، فالحظ يكون إلى جانبه. يعني والكرة من الجناح فيكتور توماس، تسعة 19-19 أهداف فارق. هذه الرياضة التي تعودت على منح جرعة من الفرح وجرعات من الفرح والسعادة للتونسيين، الرياضة الوحيدة التي وصلت فيها طبعا تونس للعالمية مرات عديدة ولربعة العالم والأروع. توماس والأروع من الجناح، هيكل المجنم كان طبعا فوق العارضة، والفارق يصبح 11 هدف. بحثنا عن العودة التونسية فكانت اللعبة مواصلة طبعا الإبداعات الإسبانية، حتى نعطي لكل ذي حق حقه ونكون أمنا في التعليق. تونس لم تقدم ما يستحق الذكر إلى حد الآن، جلوس دائما موجود من البدايات، هيك المجنم في التنسيق، انطلاقه من الجناح للبوغاني، يعني عشوائيه كبيره لتونس، وكره من الجناح وممتازه للدينتويتي. طبعا
التواتي من الجناح يقدم الحل. لاعب دنكيرك الفرنسي لم نشاهده كثيرا في الشوط الاول على غرار بقيه الرفاق من 30 سنه لاعبي الخبره المفروض سمعنا عليهم الشيء الكثير قبل هذا المونديال على حساب السوسي وعديد الاسماء المفروض يقدموا طبعا الاضافه يكونوا قد مسؤوليتهم في مباراه الكبار اليوم دور ثمن نهائي ضد ابطال العالم. تونس تاريخيا تجيد ضد الكبار. مجايز يتصدى بوغامي ماهوش في مركزه الدفاعي لكن من الطف الله ان الكره بجانب القائم. الاكيد وان من يتابع المباراه عبر شاشه بين سبورتس في المقاهي في البيوت في تونس يقول يا سيدي بالدارجه السماح في التاهل السماح في الدور ربع نهائي متعني اعطيني فرجه اعطيني رجوله على مستوى اللعب اعطيني اهداف. هو تصدي والاروع للحارس بيريز كره تعود عصام تاج لم يقدم الشيء المنتظر منها في مثل هذه المباريات في الحقيقه لاعب عودنا بالتالق كان نقطه قوه على مستوى 6 امتار يعجز عديد المرات رغم انه التمريره كانت رائعه كان المفروض رفع الكره لانه الحارس كان على الارضيه كان رفعها تفرض نفسها في الكره الاخيره معتفني كانيلاس طبعا خروج بدقيقتين 10 اهداف فارق رودريغيز انتريريوس ايضا رجوع انتريريوس والقائم يقف الى جانب المنتخب التونسي تضيع الكره من ماكيدا خورخي ماكيدا اضاع الكره الاخيره تبقى التغييرات غيرت وجه المنتخب التونسي الذي لاح شاحبا في هذا المونديال صراحه تفاعلنا مع انتصارين ضد البوسنه وضد ايران لكن يعني البوسنه وايران في اول مشاركه مونديالية حبيبي اذا ما تفوزش على البوسنه وايران اللي جاي المونديال قطر تعادل مخيب ضد النمسا هزيمه كبيره من مقدونيا لو ان النمسا ايضا قدمت مردود كبير اليوم ضد قطر التي ضمنت مقعدا عربيا قطر في مونديالها ضمن الثمانيه الكبار عالميا يعني الحلول تاتي وممتاز الغربي عصام ليس في افضل حالاته يبحث عن القوه في وضعيه سانحه 9 اهداف فارق الجمهور يشجع وحده الجمهور يعانق الروعه والامتياز بالنسبه لحامل الرايه التونسيه في هذا المونديال لانه قل صراحه وتحمس سوليتي لما تفوز على ايران 7 اهداف او 3 اهداف ضد البوسنه في ثواني اخيره ليس بالانجاز انك تبلغ دور اول في مجموعه مثل هذه كرابعه ليس بالانجاز الناس جات تحكي على مركز ثاني وعلى دور نصف نهائي لماذا 9 اهداف فارق ضد الثور الاسباني وهدف حتى في النقص العددي يلقى الحلول المنتخب الاسباني يعني غياب المتابعه ليوغالدي من الجناح شوفوا كيفاش يتمركز كلاعب دائره ثاني كدينس مباراه اسهل من المتوقع اعطيني هدف يا زلوز بالنور يا الشجاعه عنوانها بالنور عنوانها بالنور في هذا المونديال 21-12 لو كانت ال 12 مقلوبه 21-21 كنا نستمتع كنا نطير مع مجريات المباراه لكن الفارق 9 اهداف ما زال ممكن الرجوع لكن طبعا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لابد للاعبين ان يحسنوا من مردودهم في غياب الحلول من الدكه اتفقنا انه السيد شاهد ما شافش حاجه سعد حسن فنديتش حاضر بالغياب في هذا المونديال خذوا مسؤولياتكم يا اصحاب الخبره المخرج يعطيه العافيه وجاب الصوره شتانا بين هذا وهذا قلت خذوا يا اصحاب الخبره مسؤولياتكم يا شبان يعني قوموا بالاضافه ننتظر الاضافه على الاقل هناك جمهور في الساله وهناك الملايين عبر بين سبورتس تبعكم انت شو بكره القدم التي قريبه من التاهل
ماجيز مونتيز، يعني شوف الروح القتالية، وكأني بإسبانيا هي التي تتأخر في النتيجة. يعني لاعب برشلونة الجناح الطائر توماس فيتور، شوفوا كيف تابع لحين البوغالمي وكأنه غير معني بالرجوع في النتيجة. اللقطة الأخيرة تفسر 38 دقيقة إلى حد الآن. رودريغيز ممتاز 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 الحارس، المفروض التصديات تمنح الثقة، تعطي الأمل، تعيد المنتخب في المباراة. جلوس مفروض يعرف هؤلاء اللاعبين بحكم تواجده في الدوري الإسباني. ساعد قوية من جمعية حمامات ليكيل لبرشلونة، تاه في المونديال، لا أحمله الكثير في غياب الخطط التكتيكية طبعا المنظومة الجماعية لهذا المنتخب، وأيضا تنقصه الشجاعة جلوس والخبرة، انتظرنا منه الكثير في هذا المونديال. تمريرة ممتازة للجناح الذي طبعا هدف 21-13، 8 أهداف فارق، وهذا ينقص الفارق. ثاني أهداف البوغانمي، يعني مشجع الآن خبير كرة اليد الصحافي، ممتاز البوغانمي. هذه ما نلومكش عليها، قلت كل من يتنفس هواء الخضراء وكل عربي طبعا وكل قطري متواجد في الصالة يريد لتونس الفوز كبلد عربي شقيق يمني نفس، خلاص انسى 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 انك تتأهل، مش مشكلة، قدم مردود يليق، حسن الدفاع، الآن ننتظر أكثر في الهجوم، قدم مردود يليق، الجمهور يتفاعل يطلب الفاست بريك، قلت قدم مردود يليق، قدم مردود يرتقي لمستوى هذا المونديال الرائع، واسمح في التأهل، لأن تونس شعب هذا واق يقدر معنى عطاء الرجال، معنى البذل، معنى العرق، فلا تخذلوهم. شوف روعة التشجيع، شوف الجمهور حتى في 8 أهداف فارق يشجع، وبالنور الحارس يتصدى بيريز، يتعملق هذا الحارس، جمهور تونس على مستوى التشجيع في هذه الصالة حتى في ظل المردود المهزوز، 10/10، روعة روعة، وشيء قشعر الأبدان كالجماهير القطرية التي أبدعت أيضا كإبداع منتخبها ضد النمسا قبل هذه المباراة. الدفاع يقوم بالواجب، الهجوم مازال غارسيا كحل جديد في الهجوم، الدفاع يتحسن، مطالبة الهدوي بالمشي بالكرة، أنطونيو غارسيا لعب برشلونة، التفاهم والانسجام مع الرفيق كنتريريوس، كرة تضيع، أفضل بكثير الدفاع التونسي، في جدار، في جلوس، في الهدوي، وفي حمام، حذاري من أكوينا جلد يحاول يفتح الثغرات، ممتاز جلوس على الأقل دفاعا، وممتاز أكثر، ممتاز أكثر مجايز الفاست بريك، السلاح طبعا الأنجع عالميا في كرة اليد. لا ألوم اللاعبين هنا، لا ولا ألوم، يعني قلت خلاص هذا سعد حسن فانزيتش لقادر يسعد الجماهير التونسية ولقادر يحسن ويأتي بالأشياء الحسنة تكتيكيا، نحترم تاريخك 2005، لكن كانت هناك العديد من المعطيات. الكرة إنجازات، الرياضة إنجازات، وأرقام وهيكل، قام بصعيد، العملية كانت ممتازة، لكن الحارس ممتاز جدا، حتى نعطي لكل حقه، غونزالو بيريز دي فارغاس، مباراة من المقام الأول، جماهير تونس تشجع وتستمتع، هدف، وفي إيقاف، لا بالفعل إيقاف، إيقاف ضد غوارديولا، غوارديولا اليد وليس غوارديولا البرسا، هو مدرب البافاري الباير الألماني، الخبرة قلت، تعطيني يا هيكل، ويا حمام ويا تاج ويا مجايز في التصديات،
ننتظر من بوغالمي ومن العلويني ومن جلوز لمن يستفيق في الدقائق الأخيرة وبن نور الأهداف والسرعة. الوقت المستقطع الفني إسباني طبعا يخشى من عودة النسور رغم الأسبقية بسبع أهداف. يعرف معدن كرة اليد التونسية هذا الذي أمامكم مانولو كادينس. يعني صدقوني المدرب الوحيد الذي شاهد في هذا المونديال الذي ليست له لوحة ولا ورقة ولا خطة تكتيكية. يعني حتى في الثواني الأخيرة تذكروا ضد النمسا شوفوا روح العلويني. قلت المدرب الوحيد يعني كبرى المنتخبات وصغرى المنتخبات عالمية يعني بلوحة. شوف كادينس يعطيني يعني فسخ بيده الراجل بعد ما ورى الخطة. احنا السيد يتحدث وثابت محفوظ يعني يمسك بالأوراق. يسالش الغيو المعطيات التكتيكية والفنية لأنه الراجل مفروض المطالبة بالتغيير الهدوي سارع على مستوى الدفاع المفروض في تفوق عددي مقدم يكون موجود لتصعيد الكرة بسرعة في الفاست بريك. غارسيا أوه غريبة غريبة عجيبة في تفوق عددي ليتقدم الدفاع يخلي اللاعب أنطونيو غارسيا يصل لستة أمتار. جماهير تونسية تشجع تصنع الحدث هنا في صالة لوسيل العارضة. يعني ممتاز هيكل ممتاز هيكل الروح موجودة في هذا الشوط الثاني. العارضة للمرة الثالثة تقف إلى جانب الإسبان. يعني الحظ المنتخب الإسباني ليس بحاجة إلى الحظ بالفعل. عصام تاج يقف بشكل ممتاز على الدائرة في ظل التفوق العددي. يلا دخول حمام وهيكل يبقى على مستوى الدفاع والتقدم للبوغالمي على انتريوس لاعب من ارتكاز. سبعة أهداف فارق ضرورة قطع الكرة ضرورة الاستفادة من التفوق العددي. ما زالت فيها 16 دقيقة المباراة. بدنيا المنتخب الإسباني كبير على مستوى السن وإذا نرجع في النتيجة يشك. تسعة أمتار مسح الأرضية. الماكينة الإسبانية لا تعمل بالسرعة المعتادة لكن الفارق مطمئن في الشوط الأول خليهم في وضعية أفضل. حائر فانديتش تركيز طبعا مانولو شتان بين المدربين وبين وضعية فريقين في هذه المباراة وممتاز جدا ممتاز جدا العمل الفردي في نقص العددي. هيكل يجد لوبيز الذي زاد في التيم بلع التونسيين اليوم يطلب الاعتذار. هيكل مقدم وفانديتش حائر على طول لا ورقه ولا قلم ولا حل ولا كلام ولا سلام. يعني ربما بديت تفهم لماذا فانديتش استعان باصحاب الخبره. الرجل ربما فقد الكثير من تقنياته ومداركه فجاب ربما من فهمه واتى بمن متعود به في 2005 علو ربما يعينه. لكن النتيجه والاداء اكبر دليل. كنا نبحث عن السرعه اكثر الرجوع في النتيجه. هيكل قدم 15 دقيقه طيبه. كمال العلويني من الحلول يجب ان تكون الان في هذه الدقائق الاخيره مع بن نور مع نجاعة البوغاني وعصام للعوده في النتيجه. 8 اهداف فارق فيقوه يا شويرف ويا جماعه على بنك البدلاء. الراجل وكانه يعني شاهد الصوره وكانه غير معني بالمباراه. ايقاف بدقيقتين لم افهم في الحقيقه
ما قام به الحكم ايقاف دقيقتين مين لاسبانيا. بالفعل الكره لتونس كانت دفعه طبعا. كنت لاي بافانديتش شاهد نبيذ فعل ايقاف المنتخب بلاد المفروض يحفز لاعبين يشحنهم يقدم معطى تكتيكي جمله فنيه قراءه يغير نفس الحركه ونفس الثبات. جاب طبعا القدماء ورجع هيكل وحمام طبعا يعرفوه يوفروا عليه المجهود لكن وممتاز البوغاني ممتاز البوغاني يا رجال خذوا مسؤولياتكم شرفوا البلد قدموا هدفوا وعودوا بالنتيجة لن نطالب أتأهل نطالب العودة وتشريف كرة اليد التونسية التشريف وإسعاد الجماهير التونسية التي تقدر معنى الرجولة معنى العطاء معنى العرق يعني شاهدتم منتخب كرة القدم كيف يعود في كل مبارياته الإفريقية وحقق الفوز على زامبيا بعد طبعا معاناة 20 دقيقة تونسي مسامح التونسي يفرح طبعا بسرعة كرة تعود خطأ ضد الهجوم الإسباني ينسى نسيه تونسي مسامح لما يراك تقدم لما يراك تعرق لما يراك تتعب لما يراك تصر يخلع ويصفق ويشجع كجان الجماهير التونسية هنا والكرة تعود بتسع أمتار من حسن الحظ قلت التونسي لم نستغل النقص العددي الإسباني التونسي قلت يقدر البذل يقدر العطاء فلا تخذلوا التونسيين لا تخذلوا العرب ارتمي يا زلوز يا هيكل الله يخليك مازالك دقائق وسيدخل كمان كملها كما احسن ما يكون المفروض ايضا الصانعي في الدقائق الاخيره لعوده تونسيه المفروض كان هناك خطا سيب الكوره ارجع بسرعه الدفاع يرجع ببطء وكاننا وكان تونس فائزه عشر دقيقة سبع أهداف فارق تونس ضد أبطال العالم دعونا من نقطة أبطال العالم ومنتخب عديد ومنتخب قوي إلى ما نفوز على ألمانيا في بطولة العالم يصبح إنجاز لا نتقبل ولا نتقبل ولا نقبل هذا المردود وهذه النتيجة العارضة أكيد من يتابع من الجماهير العربية والتونسية يشطرني الرأي طبعا للرياضة قدمت الكثير للعرب وللتونسيين وإيقاف بدقيقتين ضد حمام مسك بالفعل الأكوينا جالدي بمعطيات الشوط الثاني تونس المتقدمة بهدفين كانت 9 أهداف فارق في الشوط الأول لكن هذا غير كافي للرجوع الجماهير التونسية تقدم درس يعني تشجع بروح رياضية يعني ترفع النجمة والهلال يعني تصرخ بأعلى صوتها حتى في ظل التقدم الإسباني دوتشي باييف كرة وهدف استغلال النقص العددي التونسي في الدفاع لو المخرج يعطيني صورة الجمهور التونسي هذا الإسباني طبعا ليس بأعداد غفيرة غارسيا طبعا يقدم الحلول في التفوق العددي 24-16 فرق 8 أهداف نقص عددي المنتخب التونسي البوغاني التواتي الانطلاقات من الأجنحة تثبيت الدفاعات يزلو السدر العارضة إلى جانب قلت الحظ يتبع الجسور أكررها لأنه هذا الحارس لا أنت لك جسور ولك محدود بيني وبينك هذا الحارس طبعا أتحدث عن الحظ يتبع الجسور هذا الحارس نسبة نجاعة كبيرة جدا وتصديات كبيرة نسبة النجاعة 50% تقريبا لهذا الحارس الشاب الإسباني وممتاز الإجابة من ابن بخيار من جايز ايضا يتصدى لكن الحلول الهجوميه ليست بالنجاعه المثلى قلت
حتى لما الحظ يكون إلى جانب الإسباني لأنه الحارس يؤدي، فالعارثة والقائم يقفان معه يكافئانه. سلوس نقطة استفهام في هذا المونديال، عديدة هي نقاط الاستفهام في هذا المنتخب، لأن التحضيرات كانت اتحاد كرة اليد التونسي وباستعانة طبعا بنيران صديقة الدفاع الإسباني يغالط، وشاهد في ريفيرا سيدخل طبعا في التشكيلة الإسبانية. 7 أهداف فارق في 10 دقائق أخيرة. طبعا فاليرو ريفيرا الابن، ابن السعيد الليلة، يبدو لي الأب والابن سيحتفلان بالتأهل. واحد مع إسبانيا واحد مع قطر، وهدف. يعني شاهدوا العزيمة، شاهدوا أنطونيو غارسيا 31 سنة لاعب برشلونة، شاهدوا الإصرار. سلوز بدون أدنى هدف، يعود الدفاع الإسباني ل0-6. بدأ متقدما برخاص، قراءة جيدة من المدرب مانولو للمنتخب التونسي. سلوز نبحث عن أولى الأهداف، يعني يبحث هو بدوره عن نفسه سلوز وعن رفاقه على حساب فقدان الثقة في التصوير. طبعا خطأ عودة أفانديتش بعد ما قدمه للمنتخب وبعد ما انتقل وتحول وجه المنتخب مع ألان بول. عودة الرجل لم تكن موفقة، خسارة تتويج إفريقي كان بالإمكان ثالث على التوالي في الجزائر ضد المنتخب الجزائري. طبعا عودة من اعتزلوا في أولمبياد 2012 حمام ومجنم من أجل المونديال يبقى في الأذهان، ويبدو لي ما سيبقى في الأذهان هي العودة الفاشلة لسعد حسن أفانديتش مع المنتخب التونسي. وكأني بالرجل محى ذكريات 2005 و7 أمتار. سبع أمتار للمنتخب الإسباني، 8 أهداف فارق وفرصة لإعادة فارق 9 أهداف. يعني أخذ ورد وسجال كبير كان بين أفانديتش وتوماس، هدف ممتاز. أفانديتش والوفد الإعلامي التونسي الحاضر بأعداد كبيرة، طبعا لمصلحة البلد، هو لولبية رائعة، قلت لمصلحة البلد لمصلحة المنتخب، كانت التهدئة بتدخل أصحاب النوايا الطيبة والعقلاء من اتحاد الكرة ومن الإعلاميين. الأمور طبعا هدأت بعد الانتصارين ضد البوسنة وضد إيران. اليوم كان الاختبار الحقيقي، قلت التونسي يفهم الرياضة، التونسي لا يطالب بالمعجزات، يطالب بالبذل يعني، وهذه هي الرياضة. قدم عليك، خرج لجرينتا بالدارجة، ألعب برجولية، ألعب برجولة واخسر، أنت استخسر، لكن ليس بفارق عريض، ليس بفارق عريض. 9 أهداف فارق، وكأني بالمباراة ستنتهي بنفس فارق الأهداف. الآن كمال علويني طلبنا به من دقائق. أفانديتش تائه وحائر، جنم على دكة البدلاء، سيكون كمال علويني في الدقائق الخمس الأخيرة لتقليل الفارق. بحثنا، نسينا التأهل ونسينا النتيجة ونسينا النجاعة، بحثنا عن حفظ ماء الوجه للمنتخب التونسي العربي، يعني العرب في هذا المونديال. الجزائر مشاركة النسيان، تونس كذلك، لأن الوصول للدور الثاني وتقديم هذا المستوى ليس بالإنجاز في أي حال من الأحوال. ريفيرا في رمي 7 أمتار. مصر في مجموعة حديدية، مجموعة صعبة، تتأهل لتواجه الألمان. قطر بامتياز تحقق أحسن إنجاز في تاريخ اليد القطرية،
ببلوغ الدور الربع النهائي. بقيه طبعا العرب تونس الجزائر مشاركه مخيبه، خمس دقائق اخيره في هذه المباراه. الصانعي لست ادري لماذا لم يقحمه. النور لشوط وحيد. طبعا مع جمال جبلي علي علولو كان دبلوماسيا كثيرا رئيس الوفد التونسي، لكن في قناعة نفسه وفي قناعة أعضاء الاتحاد التونسي أن نقطة الضعف كانت تفنديتش، اختيارات الرجل، تعامله مع المونديال، قراءاته خاطئة على طول. ممتاز جدا، ممتاز جدا. شوف الروح من كمال العلويني حتى في ذي الفارق الكبير. طبعا رغبة في حفظ ماء الوجه، تصدي كان ولا أروع من الحارس مقايس. يا راجل يا راجل، حتى هدف ذا من 6 أمتار. صحيح يعني فنديتش على طول يتحمل مسؤولية الخيبة، لكن حتى اللاعبين مش نخسين أو شاهدوا كانوا أراد أن يورينا الجماهير التونسية بالتصويب في الجماهير. لم تنفع طبعا لا تطبيل تيسا، لا هتافات الحلاق، ولا هم يحزنون في هذا المونديال، ولا الجالية التونسية في الدوحة، ولا المشجعين الذين حضروا من تونس بالزينة وبالأعلام وبالأهازيج. هم يشجعون، هم يحتفلون، وهذا الممتاز لأنه مونديال رائع. وإيقاف بدقيقتين شويرف. سعد حسن أفنديتش مخرج يبدو لي يفهم كرة اليد، لأنه عارف ربما هذا السيد في دقائق أخيرة مع المنتخب التونسي لا نتصور أنه سيتواجد بعد هذا المونديال. 10 أهداف فارق ليست مقبولة. لا تقول لي لا أبطال عالم ولا أبطال أوروبا ولا أبطال الأولمبياد، ولا هم يحزنون. كرواتيا وألمانيا والدنمارك لم تفز على تونس ولا حتى إسبانيا، نفس هذا المنتخب في 2011 وبنفس هذا المنتخب تونس خسرت بهدف وحيد في الدور الأول في السويد في مونديال كان صعب بظل الظروف التي مرت بها تونس، الثورة في يناير 2011. وممتاز البوغاني طبعا طبعا لا منح الثقة للشبان، ولا عرف كيف يوظف أصحاب الخبرة فانديتش، ولا عرف كيف يتعامل مع المونديال. 9 أهداف فارق في دقيقتين أخيرتين. تونس ستواصل لمباريات ترتيبية. المنطق يقول قطر ستتولى رفع الراية العربية، إلا ونتمناها مفاجأة مصرية ضد القوية ألمانيا غدا نتمناها. مصر التي قدمت الكثير ضد الكبار طبعا أكيد، وأن أبناء المدرب الشاب الممتاز مروان رجب. تونس في تاريخها عديدة هي الأسماء التي تولت العارضة الفنية، مدربين قدموا الكثير. البداية بعد الاستقلال كانت مع إيف بولونيا الفرنسي، أول مدرب تونسي محمد لحيشي، أسماء إبراهيم الرياحي، سعيد عمارة، هاشمي رزق الله، منصف الحجار، سيد عياري، نمجد العمروسي، نور الدين بن عامر، إبراهيم العقربي. أسماء تونسية مرت وحققت نتائج. وايضا فانديتش في 2005، زوران في 2004، ثم عاد زوران. ألان بورت عانق الروعه مع كره اليد التونسيه، العلويني يجازف والحارس يتصدى. قلت يعني لو هناك شبان ايضا تونسيين يشرفون في الخليج العربي وفي الدوري التونسي من الاجدى، منحهم الفرصه مع طبعا الاجنبي الذي يقدم الاضافه، لكن لما يكون شأن بهذا الشأن، لما يأتي طبعا بمونديال من هذا الشكل يخجل بصراحة، لأنه لما تكون خاسر 9 أهداف اليوم
عار على كرة اليد التونسية، حتى لو يكونوا أبطال عالم، حتى لو يكونوا يعني أبطال فوق العادة، ليس تونس التي تخسر في ثمن نهائي أمام جماهير غفيرة بهذه الشكلة. وثواني أخيرة، 28-20، 8 أهداف فارق، إسبانيا مع قطر في الدوري ربع النهائي لبطولة العالم، طبعا بطولة عالمية ولا أروع. حضور سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يقيم الدليل على رغبة قطر في طبعا الرقي بهذا المونديال شعبا وقيادة تنظيميا وفنيا من خلال رفع الراية العربية عاليا بين الأمم لقطر في هذا المونديال. تونس خيبت الأمل بنتيجة عريضة، فرحة إسبانية بلال ورائي، خيبة أمل تونسية كبيرة. وسيفتح الآن ملف كرة اليد، ملف من تلاعب بأمال الجماهير التونسية وحظوظ هذا المنتخب، بدءا بأفنديتش والبقية. أعيد لك الكلمة بلال. شكرا زميل نافع بن عاشور. 28 مقابل 20 هي نتيجة نهائية، تونس تغادر المونديال بخيبة أمل كبيرة، خيبة أمل طبعا رافقت المردود المحير خاصة في الأداء الهجومي والدفاعي في هذه المباراة. لم نرى منتخبنا، لم نعرف المنتخب التونسي الذي عودنا على التألق. أبدأ معك كابتن سامي، اليوم المنتخب التونسي خارج الموضوع، وأيضا المدرب الذي هو خارج الموضوع يعني منذ فترة ليس في المونديال. قبل كل شيء بلال، أنا أريد أن أتأسف حقيقة وأطلب المعذرة من هذا الجمهور الكبير الذي رافق المنتخب لمدة على طوال كأس العالم. رأينا أجواء ذكرتنا ب 2005، وذكرتنا بمباريات القبة، وذكرتنا بمباريات رادس. أجواء في المدرجات ليس في الميدان. أجواء في المدرجات أكيد أجواء في المدرجات، لأنه كل الناس رأت المردود الهزيل للمنتخب التونسي. نحن سنتحدث على ما رأيناه في الميدان وما سمعنا عليه خارج الميدان، خاصة أجواء حقيقة كانت على طوال بطولة العالم غير عادية، وأجواء ليست بطبيعية لمنتخب يلعب كأس عالم. هذه نقطة الاستفهام. في نفس الوقت المردود، الحارس فارغاس هو الذي يتوج بلقب أفضل لاعب في المباراة أمامكم، نعم كان يستحق هذا اللقب. المردود المحتشم بلال على طوال بطولة العالم هذه أنا أظن يجب تغيير شامل على مستوى الأفكار، على مستوى التركيبة، على مستوى أظن على الحين الجامعة التونسية وأعضاء الجامعة التونسية أن يقفون على ما رأينا في بطولة العالم هذه، وأن يقوموا بتقييم هذه البطولة وأخذ القرار الصائب للمرحلة القادمة. عندنا مجموعة من طراز عالي، خاصة شبان رأيناهم في 2013، وبدينا في مشروع مع المدرب السابق ألان بورت الذي أوقفناه في بطولة العالم 2015. الآن يجب أن نرجع لهذا المشروع، ويجب أن نبني هذا الفريق، لأنه عندنا عناصر قادرين أنهم في السنوات القادمة يبهرون، وقادرين أنهم يرجعوا يرفعوا راية تونس ويرفعوا مستوى كرة اليد التونسية. بلادو، في كلمة، ما هو المردود الذي ربما كنت تنتظره من تونس اليوم ولم تجده في عناصر واعدة؟ بلال، أفضل لاعبين تونس اليوم كانوا هم الجمهور. يجب أن أهني الجمهور التونسي الذي كان استثنائيا اليوم. أنا سعيد جدا أنهم يحبون كرة اليد، ولكن لسوء الحظ الفريق التونسي لم يثأر، ويجب عليه أن يعطي أكثر من ذلك لهذا الجمهور، ولكن ما يجب أن يغيروه. ربما هذا هو سؤال يجب أن يوجه إلى الاتحاد التونسي. أنا لا أحب الفرق التي تلعب التحول السريع أو لديهم أفكار واضحة في الهجوم، لا أحب مشاهدة كرة اليد البطيئة. هذا ليس هو فقط رأيي، ولكن لا أحد يحب هذا النوعية. سأقول كلمة فقط، عندما نشاهد المنتخب القطري كيف يلعب بفاليرو ريفيرا، هناك كتاب يعني قام به المدرب فاليرو ريفيرا،
والمدرب فانديتش، هناك فرق واضح أن هناك مدرب له أفكار ومدرب فاتته الأفكار وفاته القطار. نذهب لعفيف الزرقي، تفضل عفيف. اهلا بلال واهلا بجميع الساده المشاهدين. المنتخب التونسي انقاد الى خساره امام بطل العالم الذي ظهر بمستوى كبير وكبير جدا، لكن السؤال مطروح بخصوص المردود المنتخب، ومعي عبد الحق بن صالح. اكيد المنتخب التونسي اليوم لم يكن في المستوى المأمول. صحيح، ما قدمناش المستوى المطلوب منا، لعبنا ضد بطل العالم، ما تسامحوش كي تكون ماكش في مستواك، ما تعملش ماتش كبير برشا، دونك تشوف السكور كيفاه يوفى كاو توا وفيت بطولة العالم. نراجعوا احنا راجعوا اخطاء، كل واحد يتحمل مسؤوليته. شكرا، نعود اليك. شكرا شكرا عفيف. نذهب للزميل جمال جبلي. جمال لك الخط، تفضل. نعم شكرا. معي لاعبين، احدهما من المنتخب الاسباني، احسن هداف في هذه المباراة كريستيانو جالدي، وكذلك احسن هداف من جانب المنتخب التونسي اسامة بوغان. نبتدئ بالتونسي طبعا. اسامة، رغم تسجيلك عدد كبير من الاهداف الا ان المباراة كانت تبدو صعبة أمام أبطال العالم. صحيح، هذا واقع كرة اليد، ما هيش لعبة فردية. تنجم تكون أحسن هداف المباراة، تنجم تكون عندك أحسن فرديات، لكن لعبة المجموعة هي اللي تحكم. اليوم ما كناش حاضرين 100%، اليوم ما كناش في المباراة كما يلزم. سورتو بداية المقابلة كانت خايبة على الأخر، قبلنا 6-1 و7-2، هي اللي خلتنا ممكن بعدنا شوية خرجنا، فقدنا التركيز وخرجنا من المباراة. هذا ما هوش مانع بالنسبة لي، نحن لازم برشا نقاط نعاودوا نقفوا عليها، نعاودوا نرجعوا رواحنا. بقدرة الله المنتخب التونسي عنده جيل صغير في العمر، المنتخب الإسباني عندهم مدة كبيرة يلعبوا مع بعضهم، جيل معناها ذهبي نتاع إسبانيا بطل العالم. احنا ما زالت الكرة قدامنا، وبقدرة الله إن شاء الله مكان الخير. كريستيان، سو إيكيبو أوي فريقك اليوم أو المستوى الذي رأيناه هو أفضل من المباراة السابقة؟ نعم، قدمنا مباراة كاملة منذ الدقيقة الأولى، هذا شيء كنا نحتاجه نظرا إلى بداية هذه المنافسة. لم نريد أن نخسر أي مباراة، وكنا مركزين وتقدمنا بستة أو سبعة أهداف وحافظنا على هذا. الآن تتحسنون ولكنكم لستم في أعلى المستوى، هذا واضح في كل مباراة. بكل تأكيد سنرتقي بالمستوى، الآن يجب أن نرتاح في اليومين القادمين ونفكر في المباراة المقبلة وأن نلعب بأفضل، لأن المباراة الآن ستكون أصعب كثيرا. فرق أوروبية بكل تأكيد في المواجهات المقبلة، وكما قلت هذه هي البداية ويجب أن نعطي أكثر. الفريق لديه ما هو ضروري لكي تدافع عن اللقب، هو أمر بعيد، نحن نفكر فقط في المباراة المقبلة. سنستمتع الآن بهذا الفوز وبعد ذلك نفكر في ربع النهائي. شكرا جزيلا. شكرا لك أنت أيضا، عودة إليك. شكرا جمال جبلي. نذهب مرة أخرى مع عفيف الزرقي، تفضل عفيف. نعم بلال، ومعي الآن حارس مرمى المنتخب التونسي مروان مجايز. أكيد مروان، اليوم المنتخب التونسي لم يكن في المستوى المأمول أمام بطل العالم. صحيح، يظل لي ساقف كل شيء، يظل لي اليوم ما لعبناش قدام نيمبورت كي، يظل لي منتخب إسباني هو الشامبيون دي موند، لكن ما يعكسش المردود الخايب نتاعنا، سيختو لون تايم دو ماتش عملناه خايبة برشا. نقول أنا الشوط الاول اللي ما لعبناش بالكل، ما نقولوا ما جيناش جمله واحده، سيرتو او نيفو ديفونسيف. بون من الاول غدينا برشا يعني بونتوات سهلين الكل، من بعد لاتاك سا با فونكسيوني دي تو، لافي بوكو دو بيرت دو بال في لاتاك، من بعد هما ماركاو بوكو دو كونتر اتاك وكل، ومن بعد كاو يلون كرازي سكور 5 6 بوت، سي يعني من بعد ولا صعيب برشا باش نرجعوا في المقابله. ميتون الاولاني وفي 9 اهداف ولا 8 اهداف، المنتخب الاسباني يعرف عنده خبره كبيره برشا، ما نجمش يخسر مقابله كيما هذه. مالغري اللي تحسن او نيفو ديفونسيف دوزيام ميتون، لكن رجعنا الا سبعه، لكن كيف كيف الهجوم تاعنا مشاش كوم الفو، يظل لي نيفي با داغريسيفيتي في الاتاك، وخلينا نقولوا البازاريال ما خدمتش كوم الفو، اللي افي بوكو دو تير راتي زاده وكل، يعني الجارديان نتاعهم لعب بالكدا كاو، يظل لي هذيك الكرة الغالب. منتخب كبير برشا، منتخب اسباني، نقولوا نحن كنا متخوفين شويه من الماتش، ولا بوتيتر خسرنا الماتش قبل ما نلعبوه. كاو يظل لي ان شاء الله توا الجمهور نتاعنا ما يتغشش علينا برشا، خاطر ظاهر اللي متغش علينا برشا. نشكروها اللي عاوننا بالكدا اليوم، كانت القاعه معبيه ياسر وكل،
كهو يظل لي شوبينا دو موند وفات جلوبالمون نقول ما عندناش يعني ما عندناش بطولة عالم خارقة العادة، كانت متوسطة برشا لغير ما عملناش ماتش كبير بحنا فريق يعني ند لند ولا خير منا. يظل لي نقول بطولة العالم 2013 كانت خير وإن شاء الله إن شاء الله يظل لي نعطيو أكثر ثقة للولاد صغار، نقول ما عادش ولاد صغار هما، يظل لي الناس الكل تاخذ مسؤوليتها، الناس الكل أسيوم سا ريسبونسابيليتي وكل. ان شاء الله بعد يعني بعد بطولة العالم هذه نقعد الناس كلنا نحكي ونشوفوا شو اللي مشاش وما مشاش ونحضروا بطولة افريقيا الجايه نتاع عام الجاي اللي هي كالفيكاتيف للجو اولمبيك ان شاء الله. شكرا مروان، نعود اليك بلال. شكرا شكرا للزميل عفيف زورجي، نتمنى ان يكون طبعا اصلاح ما يجب اصلاحه قبل فوات الاوان، لان راينا في عديد المباريات ان المدرب لا يفعل اي شيء، اظن انه محكوم فيه، ربما المدرب وربما سوري وجوده في المنتخب، يجب ان يكون مدرب يعرف عقليه المنتخب التونسي ويتحكم ايضا في اللاعبين. نعود للكابتن سامي، راينا عدم انضباط كبير تكتيكيا المنتخب التونسي، كل لاعب يلعب كيف ما يريد. اظن لانه ما فماش منظومه متقيد بها اللاعب بلال، لما لا تضع كمدرب برنامج عمل ومنظومة دفاعية وهجومية فيها بتربط بها كل اللاعبين، عادي جدا أنه اللاعب يعول على نفسه ويلعب فرديا، وهذا ما رأيناه في بطولة العالم، لاعبين يلعبوا بالدريبل، لاعبين يروحوا في ثنائيات واحد ضد واحد، في نفس الشيء رأينا أخطاء دفاعية سواء على مستوى ست أمتار أو حتى على التصويب خارج داخل التسعة متر، علاقة الدفاع مع الحارس ما كانتش علاقة كبيرة، رأينا كل الأهداف على من الصواعد على مستوى 7-8 متر، ليس هناك عمق دفاعي على مستوى حامل الكرة. في نفس الوقت لم نرى تصعيد كرة عصري نفس ما نراه الحين في المنتخبات الكبيرة، لأنه تونس صرنا من المنتخبات التي تنافس ضمن الكبار، تونس صارت عندها تاريخ في كرة اليد خاصة في السنوات الفارطة بلال. بطولة العالم مخيبة حقيقة للأمال كما قلت. سامي تكلمنا على المنتخب قبل ما يلعب، قبل انطلاق البطولة قلنا المنتخب غير جاهز، فأنا نقف الآن على هذه الحقيقة المرة، وهذا هو رأيناه بلال، رأيناه على مستوى اللعب، رأيناه في الميدان، رأينا تعامل اللاعبين مع بعض بلال، هذا نقطة استفهام في نفس الوقت. سأسأل فلادو، يعني نقطة قوة المنتخب الكرواتي في السابق كانوا اللاعبين أصدقاء، اليوم المنتخب التونسي تقريبا أغلب اللاعبين لا يتكلمون مع بعضهم البعض، هناك حالات عدم انضباط واضحة يعني بعد المباريات، ونعرف حالة السهر في بعض الأحيان ولا الجميع يتكلم عليها، وليس هناك مجال لكي نغطي عين الشمس بالغربال كما يقولون في تونس، اليوم كل شيء بالمكشوف، يعني هذا هو حال المنتخب اليوم، والجميع يعرف من هو منضبط ومن هو غير منضبط لكن لا يتخذون القرار. بالنسبة لي من الصعب جدا أن أتحدث عن هذه الأشياء لأنني لست من الفريق، ولكن عندما أتحدث عن فريق الذي يحصد النتائج يجب أن يبدو وكأنه أسرة واحدة، الجميع يجب أن يكون لحمة واحدة وأن يكون لدينا جميعنا نفس الهدف، و أيضا الطريقة التي يجب أن نحقق بها الهدف، ولكن عندما ينقسم الفريق إلى مجموعتين أو ثلاثة بكل تأكيد لن يحقق النجاح، وما ستحصل عليه هي فقط مشاكل، وستشاهد مباريات مثل مباراة اليوم عدد كبير من اللاعبين يلعبون بأنانية ولا يلعبون بجماعية، وأعتقد أن هذا هو السبب لهذا الأداء. هذا ما بدا عليهم، ليس لديهم نفس الهدف، لا اعرف لاي سبب، ولكن اذا نستطيع القول ان عهد افانديتش انتهى بالنسبه للمنتخب التونسي وخلاص بالنسبه لهذا المدرب انتهى، يعني مثل الاكل صلاحيته انتهت. اوف talk about Hassan Efendic, you know, it's really difficult. من الصعب أن نتحدث عن حسن أفندتش لأن عدد كبير من التونسيين لديهم ذكريات جيدة من هذا مع هذا المدرب. بعد هذه المسابقة أعتقد أنهم دائما سيكون لديهم هذه الذكريات السيئة. You know, he must alone. هو
وحده يجب عليه أن يحلل هذه البطولة وأن يكون أمينا مع نفسه. هذه البطولة بالنسبة له هي التي ستحكم إذا كان سيواصل في رياضة كرة اليد، لأن المدربون الشباب يأتون بقوة الآن، أشياء كثيرة تتغير. أقول لك شيء فلادو، أن كرة اليد التونسية اليوم عادت إلى الوراء ربما لمدة سنوات، 5 أو 6 سنوات. سامي، ماذا يجب أن يصلحه المنتخب التونسي في هذا الوقت بالذات، أن بطولة أفريقيا القادمة ستكون مهمة جدا في مصر؟ على أعضاء الاتحاد التونسي بلال تقييم هذه المرحلة، تقييم جدي، يجب أن نتعامل مع الأمور بجدية، لأنه الوضع الذي وصلناه حاليا هو وضع مؤسف للغاية، مش كان على منتخب الأكابر بلال، حتى على مستوى الشبان. اليوم لازم الاتحاد التونسي يضع مشروع وأهداف يجب أن نحققها في السنوات القادمة. اليوم الاتحاد التونسي يجب أن يضع مشروع تكوين على مستوى الشبان. اليوم لازم بعد ما يصير مشروع هذا على الاتحاد التونسي أخذ القرار، سواء في المدرب القادم الذي سيأتي والذي سيتعامل مع هذه المجموعة حتى نحقق الأهداف اللازمة. تفضل بالله. شكرا سامي. نذهب لعفيف الزرقي. طبعا تفضل عفيف. مدرب المنتخب التونسي سعد حسن فانديتش، كوتش يو ار ويلكم ات فيرست بات توداي وي ديدنت سي اليوم لم نرى الفريق التونسي. وي بلاي نوت جود جيم، لم نلعب مباراه جيده و ذاتس سو، هذا كل شيء. Okay, what about the players? Some players in the stadium, they are not play together. لم يلعبوا مع بعضهم البعض. What is with player? We start with not good start. في بداية سيئة. After we playing not with good emotion. بعد ذلك لم نلعب بإحساس جيد، لأن إسبانيا هي حققت الفارق وكانت لدينا مشاكل مع بلشور ومصباح، ولكننا لم نبدأ بشكل جيد هذه المباراة. وفي هذه القاعة لم نحقق، وليست هناك ذكرى جيدة من هذه القاعة، مباراة أمام مقدونيا وبعد ذلك هذه المباراة كانت هي فرصة لكي نقدم مباراة كبيرة جدا، ولكن لم يحدث ذلك. نهني إسبانيا ربما. Just one second, there is a question from the studio. هناك عفيف يسأل حسن فنديش، هل أنت راضي على مردودك كمدرب؟ نعرف نقيم اللاعبين، لكن أنت كمدرب هل أنت راضي على نفسك كمدرب؟ وهل أنت ربما ترى نفسك موجود على ذمة المنتخب لسنوات قادمة أم أنك ستغادر الآن؟ The question from the studio that السؤال من الاستوديو، هل أنت راضي عن game all the duration with the المباراة؟ The old competition? No. Old competition here in. هذه المنافسة. No. Performance. That's the minimum performance. أعتقد أنه مستوى. We want before championship. We want to make presentation from old world to one good game from. أن نقدم مباراة كبيرة من المنتخب التونسي للعالم. Everybody in Tunisian. ولكن. Make one good phase. كان بإمكاننا أن نقدم مرحلة جيدة في هذه البطولة، ولكن أولا ليس لكسب أي ميدالية، ولكن ربما نتيجة مهمة، ولكن هذه البطولة لم نحقق أي نتيجة جيدة، ربما كان فعلنا فقط الضروري للتقدم إلى الأمام. Good things for our country and. قل شيء يمكن أن نقدمه لبلادنا. وأنا شخصياً غير راضي. All people here, all public. الجميع هنا وجمهور التونسي تنتظر شيئاً خاصاً منك في قناتنا بين سبورت. هل سيواصل حسن فاديش مع المنتخب التونسي؟ يجب علينا أن نحلل ما حدث، ولكن. Tell what passed, what happened. بعد أن نتحدث عن ما حدث. Tell then I'm
with this championship and everybody everything was what happened here not from organization from country سأقول لهم كل ما حدث هنا ليس التنظيم هنا من قطر ولكن situation and everything الحال عموما وكل شيء عن فريقنا I'm not happy أنني غير سعيد يجب أن أفكر في ما سيحدث في المستقبل شكرا جزيلا نعود إليك بلال عندما نستمع لأفنديش يتكلم نقول أنه بطل العالم يعني وليس له أي ما يلومه على كل هو تحدث وصرح قبل المونديال أنه سيكمل رابع العالم لكنه أكمل رابع المجموعة سمي في كلمة نعود لنتحدث على إسبانيا أيضا إسبانيا الآن في ثوب البطل وإسبانيا الآن تبين أن للعالم أنها جاهزة للدفاع عن لقبها كنا تحدثنا بلال في أول المباراة وقلنا على المنتخبات الكبيرة هذه نفس إسبانيا نفس فرنسا نفس كرواتيا أنه النسق يكون تصاعدي لأنه في أول المجموعات نعرف أنه أي مدرب هو الهدف متاعه أن يصل إلى آخر مرحلة من بطولة العالم عكس المنتخبات الأخرى التي تلعب من أجل الترشح للدور الثاني رأينا المنتخب الإسباني عكس المنتخب الإسباني اللي رأيناه في أول بطولة العالم وهذا النسق الذي يتصاعد عكس الذي رأيناه عندي أخبار جيدة بالنسبة لفلادو لأن كرواتيا ترشحت سنأخذ بعض الملخصات بالنسبة لمباراة مقدونيا سلوفينيا الفوز رجع لسلوفينيا 30-28 المنتخب السلوفيني الذي طبعا كان متعثر نوعا ما في الدور الأول عرف كيف يفوز ويترشح للدور القادم بفضل قوة شخصية لاعبيه زورمان دافيد شبيلر وبقية اللاعبين والحارس سكوف عرفوا كيف يفوزون على منتخب مقدوني كان طموح جدا وأحرج الجميع في هذه البطولة العالمية وهذه الأهداف تؤكد كلامنا بقيادة المدرب دينيس الذي يشرف على المنتخب السلوفيني لمدة سنوات وطبعا هذا اللاعب سيباستيان سكوبي اللاعب المتميز والرائع البلاي ميكر الرصيد البشري للمنتخب السلوفيني كان جيد جدا في وهذا دولينيس وطبعا المنتخب السلوفيني يترشح عن جدارة أيضا المنتخب الكرواتي يترشح بصعوبة كبيرة بفارق هدف وحيد 26 مقابل 25 فلادو شولا يتنفس صعداء في الاستوديو وطبعا نخاف على صحة المحلل الفني وفلادو في كلمة كنت متخوف من هذه المباراة You know this game when it's you must win. أنت تعرف عندما يكون عليك أن تحقق الفوز الأمور drama is good, دائما صعبة ولكن الدراما شيء جيد. أولا هذا هو تدريب للشخصية شخصية وأعتقد أن هناك كانت دراما ولكننا راضين بهذه النتيجة 26-25 ونصل إلى ربع النهائي وأنا متأكد أنهم سيصارعون شكرا فلادو وطبعا نذكر أن هذه المجموعة التي تحدث عنها أفنديتش مجموعة قوية لا والدليل أن كل المنتخبات المتأهلة من المجموعة الثانية كلها عادت للديار كرواتيا فقط ترشحت تونس تعود الديار مقدونيا والنمسا إذن مجموعة تونس هي أضعف مجموعة الآن نكمل مع النتائج الخاصة ونهنئ مرة أخرى المنتخب القطري بالعبور للدور القادم طبعا هذه النتائج الحاصلة فوز قطر 29 مقابل 27 وفوز إسبانيا على تونس 28 مقابل 20 وهذه النتائج الحاصلة بالنسبة لمباراة كرواتيا والبرازيل سلوفينيا مقدونيا فوز 30 مقابل 28 26 مقابل 25 للمنتخب الكرواتي نهنئ كرواتيا أيضا وكل أحباء كرواتيا في هذه المباراة في كلمة سامي سعيدي كثرت عليه ربما الإشاعات بالنسبة لتدريب المنتخب التونسي في كلمة سامي هل هناك اتصالات بينك وبين الاتحاد لتدريب المنتخب التونسي؟ شوف بلال هذا ممكن سابق لأوانه لا أريد أن أتكلم وكانت اتصالات عديدة من الصحافة والراديوات من تونس على الخبر هذا الأيام إن شاء الله ستورينا من سيكون المدرب قبل كل شيء هو تقييم المرحلة هذه والخروج بحاجات هناك اتصالات أنت حاليا على ذمة القيادة
أنا على ذمة القيادة عندي عقد حتى نهاية الموسم. بعد بطولة العالم هناك أعضاء الاتحاد التونسي سوف يجلسون مع بعض في تونس وسيختارون الاسم، واللي بشي يجي إن شاء الله مبروك المفيد في مصلحة كرة اليد التونسية. شكرا لك يا سامي سعيدي، شكرا لك يا فلادو شولا، وطبعا نتمنى أن يكون المدرب القادم يكون تونسي 100%، لأن هناك الكفاءات التونسية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.